بورجيت تنفذ اختبار الطاقة القصوى، أول طائرة هجومية نفاثة تركية تعمل بكامل طاقتها بمحركات محلية. أكملت طائرة الهجوم والتدريب الخفيفة تركية الصنع بورجيت أول اختبار بمحركات نفاثة محلية الصنع بكامل طاقتها. نجحت بورجيت في اجتياز مرحلة مهمة ضمن المشروع، كما لوحظ وجود طيارين على متنها في نفس الوقت لأول مرة. وجاء في البيان الذي أدلت به شركة تاي حول هذا الموضوع التأكيد على أن بورجيت تواصل اختبارات قمرة القيادة المزدوجة والأداء العالي للطاقة الذي يعرف بمصطلح افتر بيرنر، وهو نظام خاص موجود في المحركات النفاثة للطائرات الحربية. ويستخدم هذا النظام لزيادة سرعة الطائرة على الفور وإجراء مناورات سريعة. وعلى الرغم من أنه يزيد من استهلاك الوقود، إلا أنه عنصر حاسم لتلبية احتياجات السرعة المفاجئة للطائرات الحربية. ومن المتوقع أن تبدأ بورجيت اختبارات مناورة شاملة معدة وفقا لسيناريوهات مختلفة بعد الانتهاء من الاختبارات الحالية، وذلك في إطار استكمال أنشطة التأهيل وإصدار الشهادات للجيل الجديد من طائرات التدريب النفاثة التي ستحل مكان طائرات T-38 الموجودة في المخزون وطائرات F-5 المستخدمة في العروض الجوية.